استاذ عصام، كيف يلعب موسيماني في هذه المباراه؟ هل يعود؟ بيني وبينك الله يكون في عونهم، دلوقتي في حيره كبيره جدا، كل ما بيلعب حد بيتالق. بسم الله ما شاء الله، دي حاجه حيره جيده يعني. السكواد الاصلي زي كل الفرق الكبرى في العالم. أوكي. لانه خلاص بقى عنده رصيد ذهبي هيستغله يعني في كل الاوقات بعد كده، اللي هو الاضافات ما شاء الله. كله هيلعب صحيح طبعا، ده طبيعي جدا. انت لسه كنجم كروي طبعا وخبره، قلت لنا واحنا بره الهواء انه في مطاحن جايه على النادي الاهلي. أوه. هيحتاج كل لاعب وكل يعني قطره عرق من لاعب يعني. مزبوط. وبالتالي هو هيرجع لسكواده طبعا الاقرب للنوم، اكثر اندماج واكثر يعني لعب مع بعضهم، علشان يبدا فعلا مشوار بقى الجانية. انا بتصور ان كلنا ما كانش حد مدي نفسه فرصه انه يعرف ان الراجل بيحاول يولد طريقه 4-3-4 دي، او 4-2-3-1 ويدمج بين ده وده. وبالتالي خد وقت، لانه كان برضو اتظلم بفعله يعني. اما موسيماني جه وكسب حاجات ورا بعض، الطبيعي ان يجي اي حد في الوقت ده. عشان كده انا فاكر كويس قوي كابتن خطيب لما قال لما حد يبقى عاوز النادي الاهلي يبقى هيقاتل، لانه قال انا حابب تجربه. وكابتن اسماعيل لما كان موجود في اللجنه يعني اثنى على كلام الكابتن خطيب، وسماه حتى مدرب الضروره، انه حافظك مش هيجي زي الخواجه عشان يقول ايه، سنقدم كل ما لدينا. وده ما بيبقاش كلام يعني، الراجل مش جاي برضه ينصب عليه، هو لازم يقول كده. مش خواجه، لا بقول لك يعني لو جه خواجه غربي يعني يقول لك سنقدم كل ما لدينا ونعمل من الغد، لكن انا لا املك عصا سحريه. حاجه بتتقال في كل العالم. الراجل دخل على طول كسب، هو بدا يبقى عنده احساس ان مكاسبه دي مش عايزه تروح، فيهاجم شويه ويستنى يعني، يجيب جون ويستنى على قد فهم يعني. خرج من من الموضوع ده انه خلاص هو اتاكد ان النادي الاهلي يقدر يعمل كل ده. حتى لاحظه قال لك ما فيش حاجه اسمها تتعادل، ولو اتغلبت جنازه يعني، تعادلت مناحه لو اتغلبت جنازه. بدا يثق ان الفعل متكرر مع النادي الاهلي. وبالتالي حتى انا ملاحظ ان هو غير انه حافظ يعني سان داونز والكره الافريقيه دي فرقته، انما انا حاسس انه بيخلط بين الطريقه، وعرفت كده ان التمرين دلوقتي بقى اكثر تكتيكي، وبدا يعمل حاجات فعلا زي المدربين الكبار، يريحك بدنيا النهارده علشان انت يعني منفوخ جهد اولا، ثانيا انت مستعد لياقه، وبكره بقى في فكره انجوي فوتبول. اللعيبه بقت بتضحك وبترقص بمزاج، وواحد يجيب جون يشاور على انجوي. ده فعلا دي حقيقه. ما انا حاسس ايه ده طبيعه الفرق الكبيره. لكن لما تبقى متجاهم، خاصه لما يبقى عليك حمل بدني وماتشات كل 3 ايام وكل يومين، انت بتلعبش بمزاج، بتلعب عشان بس عندك اصرار، عشان ده النادي الاهلي، عشان مش عايز تخسر، لكن ما بتجودش. دلوقتي بقالنا ماتشات بنشوف لعيبه الاهلي بتعمل فنتات على الكوره، مش خلاص بقى رجع الموضوع بقى خلاص حلو. بقى ايه طيب. النادي الاهلي في طريقه فعلا لتقديم كره، وعشان كده قلت لحضرتك ما سيسعد الجماهير، لان دي عادتها ان يقدم النادي الاهلي كره قدم قويه، اللي هو بعدها اي نتيجه هي من صنع رب العباد، وهو رزقك ونصيبك. بس الناس بقى تشوف بقى ساعتها ان العرض اتدغدغت وفرص ولا فرص. الاهلي في الماتش ده كابتن 13 كوره نحو المرمى، فيهم 7 منتهى الخطوره و13 شوط كلهم زي ما بيقولوا بره اون تارجت. ارقام رهيبه. فده معناه انه موسيماني مستعد جيدا، واعتقد انه هيسيطر على الماتش ده، مش بس هيلعبه، هيسيطر على الماتش ده.